الدولة المصرية سعت من خلال القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الإنتاجية والاستدامة، خاصة في محصول مهم واستراتيجي زي محصول القمح، بعد إطلاق المشروعات الزراعية العملاقة اللي ساعدت في زيادة إنتاجية القمح بشكل كبير جدا. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن ما يعرف بحصاد القمح. إحنا دلوقتي في مصر بنحتفل بإن إحنا بنحصد محصول القمح، وبنشوف عدد كبير جدا من المشاهد الخاصة بده. إزاي الدولة المصرية قدرت إن هي تعظم من المشاريع القومية الخاصة بالزراعة؟ إزاي إن في رقعة منزرعة جديدة وصلت 2.5 مليون فدان، هتوصل 4 مليون فدان بحلول 2025؟ إزاي قدرنا نعمل أو نشتغل على مثلث التصنيع الزراعي من خلال وجود زراعة قوية، ومن خلال وجود أيضا محاصيل مهمة بهذا الأمر؟ بصحبتنا الدكتور علي إسماعيل، أستاذ الزراعة ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، منورنا النهارده في الاستوديو. هنتكلم عن كل هذه. صباح الخير على مصر كلها النهارده. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور علي، النهارده بنحتفل بوجود أو بحصاد القمح. خلينا النهارده وإحنا في 2024، في 2014 من 10 سنين كان الهدر من القمح في الشوان وصل لغاية فين؟ والنهاردة القمح، أنا بتكلم على القمح بس، وصلنا فيه لغاية فين؟ بص حضرتك، لما نتكلم في 2014 وكانت عندنا منظومة الشوان، كانت منظومة شوان ترابية نمرة واحد. شوان ترابية اللي يعني ومعرضة للهواء، والعصافير بتاكل، والطين بيتخلط بالقمح، كل هذا الكلام كان موجود. وكان في الوقت ده احنا بنتكلم في انتاج مثلا حوالي 6 مليون 7 مليون طن، الانتاج الكلي اللي بتورد منهم حوالي 2.5 مليون طن للدوله للتموين، هم دول كانوا موجودين، ولكن احنا كنا بنستورد فوق مثلا 6 مليون طن، ده الكلام سنه 2014 او 7 مليون طن. بعدها ب 10 سنين النهارده بقى دخلت مع بدايه سياده الرئيس، تحركنا في اتجاهين، اتجاه منظومه تحديث الشوان وتحولت الى شوان اسمنتيه وتخزين تحت، وفي نفس الوقت عمل هناجر وقفل، فبالتالي انت كده حافظت على المحصول، لا في فقد ولا في سرقه. وبقول لك كان الفقد النهارده كان فوق ال 25%، وكنت بتسيب القمح المصري بتاعك فوق ال 25%. كان في فقد 15%. النهارده انت عملتي بقى، عملنا قلنا المنظومه الاولانيه، نحن عملنا مجموعه ايه الشوان الاسمنتيه والهناجر، ثم ركزنا في موضوع الصوامع التخزينيه اللي هي الاساسيه اللي هي السايلز اللي هي. فطبعا يمكن كان في مشروع كبير اتعمل مع دوله الامارات في الجزء الاولاني سنه 2014 و2015، يتعمل حوالي طاقه تخزينيه تعدت المليون طن بمجموعه صور، وانتشرت مجموعه الصوامع التخزينيه دي فين؟ على كل محافظات الجمهوريه. بقت في هنا تخزين، الهدف ان احنا نصل الى قدره تخزينيه، وصلنا لقدره تخزينيه حوالي 6 مليون طن، لكن احنا محتاجين نوصل الى 10 او 12 مليون طن في المستقبل. فهذا برنامج شغال لانشاء مجموعه الصوامع، غير الصوامع اللي كانت موجوده في المواني يعني. النهارده تشكي هتلاقي فيها صوامع للتخزين، هتلاقي في شرق الهوينات، هتلاقي في مشروع مستقبل مصر، هتلاقي في النوبريه. فانت مجموعه الصوامع دي بقدرات فوق ال 250 الف طن لكل صومعه موجوده في هذه الاماكن. فاحنا النهارده بقى عندنا طاقه تخزينيه، فبالتالي مستويات الفقد خلاص لم تتعدى اكتر من 5% في الشيل او النقل او الكلام ده، وانت كده وصلت المعدلات الطبيعيه. فلما نتكلم في محصول استراتيجي زي محصول القمح، انت النهارده كنت فين وبقيت فين؟ النهارده لما بتكلم على محصول القمح انا بتكلم، كنا بنستورد قد ايه يا فندم وبقينا نستورد؟ ما انا بقول لسيادتك اهو، احنا بنستورد، هتلاقي الارقام متباينه. المفروض وزاره التموين لها نسبه في الاستيراد، ثم القطاع الخاص له نسبه في الاستيراد. وزاره التموين بتستورد من 8 ل 9 مليون طن. احنا استهلاكنا قد ايه مبدئيا يا فندم؟ بص، هو دي الازمه. احنا لما نقول احنا بنستهلك، مصر محتاجه ما حوالي مثلا 16 او 17 مليون طن قمح. احنا بننتج قد ايه دلوقتي طبقا للايه؟ لاحتياجات الافراد الغير مرشده. النهارده اعلى معدلات استهلاك للقمح في العالم هم المصري، يعني الشعب المصري، احنا فوق ال 180 كيلو جرام للمواطن. المتوسط العالمي مثلا 120، فرنسا 85 كيلو جرام في السنه. فانت شوف انت فين. فانت لما هنا يبقى انت محتاجه فعلا ال 18.5 مليون طن. انت بتنتجي كام؟
احنا بننتج، كنا بننتج مثلا 9 مليون طن، المفروض ان احنا نصل الى 12 او 13 مليون طن. ولو عملنا خلط هنبقى في الاخر عندنا ال 15 مليون طن، فنقدر نعمل عمليات الاكتفاء الذاتي بالنسبه لرغيف الخبز. وده الجزء الاساسي في الامن الغذائي المصري. سائد عندنا ان احنا لو بدانا ندخل القمح الديورام او القمح الجاف الصلب وتصدره اللي هو بتاع المكرونه، هنجيب مكانه قمح طري يعني بنظام التبادل، ده هيقدر يقفل لي جزء كمان من الجاب. لكن الامور احنا في الحاله دي احنا ايه؟ احنا فين؟ يعني احنا بنستورد قد ايه وبننتج؟ يعني احنا بنستورد دلوقتي فوق ال 8 مليون طن للخبز. كان بنسبه كام في الميه من انتاجنا؟ من احتياجاتنا؟ ما احنا 50%، احنا بننتج تقريبا 50%. تمام. خلي بال سيادتك انت بتتكلم في مصر اللي زادت 20 مليون في طبعا طبعا سنين. وحتى لو هنحسب حتى الانتاج كان بعيد عن الرقم ده تماما. يعني لما نقول معدلات النمو بتاعتنا او 55%، احنا لما نقول معدلات النمو 2% ومصر من 85 مليون سنه 2011 ل 105 مليون سنه 2024، حضرتك 25 مليون. فانت مهما عمال تجري وبتجري بمعدلات نمو اعلى، لكن في الاخر احنا معدلات النمو دي هي مقصره في ان انت ما بيبانش المجهودات الجباره. طب لو ما كانتش مصر عملت استصلاح اراضي، لو ما كانش في برنامج الريس والرؤيه السابقه مع معدل النمو السكاني ده، كانت تبقى طبعا مشكله كبيره. تعرف ان كانت مصر هتتعرض لاكبر مجاعات يعني بالنسبه للنمو السكاني ده اللي محدش حاسه ومحدش شايفه. احنا عندنا برامج بتقوم بيها وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه ومركز البحوث الصحراء في تربيه اصناف وانتاج اصناف عاليه النمو تصل الى 30 و35 اردب للفدان، يعني بنعدي معدلات عالميه. يعني احنا في المعدل تقريبا احنا الرابع في انتاجيه الفدان للقمح الربيعي على مستوى العالم. خلي بالك احنا انتاجيتنا من المحاصيل عاليه، لكن في الاخر احنا عندنا نمو. فاحنا التوازن اللي موجود كان لازم، ودي رؤيه سياده الرئيس ان كان برنامج بدأنا مليون ونص قال مش كفاية، نكمل الأربعة مليون. وبدأ أكبر مشروع اتعمل اللي هو مشروع اللي هو النهاردة هيبقى فيه حصاد القمح، اللي هو مشروع مستقبل مصر، أحد يعني أجزاء مشروع الدلتا الجديد. طيب بما أن حضرتك ذكرت مشروع مستقبل مصر، وأسفة طبعا لمقاطعة حضرتك، بس خلينا نوضح للسادة المشاهدين أهمية هذا المشروع. بما احنا بنتكلم عن حصاد القمح فنتكلم عن أهميته في أو مساهمته حتى في زيادة إنتاج محصول القمح. انا هقول لسيادتك حاجه ونقطه مهمه جدا عشان الناس برضك يبقى عندها جزء من الوعي، ان القوات المسلحه ومشروع جهاز الخدمه الوطنيه المساحات اللي عنده تعدت ال 400 الف فدان مزروعه قمح. ده جزء في الامن الاستراتيجي المصري. ان دول بيوردوا لوزاره التموين مليون او مليون وشويه طن قمح. دول ما كانوش موجودين. لما تبص بقى من 14 ما كانش دول موجودين. انا كان كل اللي في القوات المسلحه عندها مثلا 40 الف فدان في توشكا بتزرعهم محاصيل مختلفه. لكن النهارده لما مشروعات جهاز الخدمه الوطنيه والقوات الجويه عملوا هذه المشروعات، فمشروع مستقبل مصر جزء هو بيساوي لما هيكمل هذا المشروع 23% من مساحه الزراعه في مصر كلها. فانت النهارده بيساوي 23% من مساحه مصر كلها. 23% من مساحه مصر الزراعيه. المشروع مستقبل مصر والدلتا الجديده هتساوي، بالرغم انها هتبقى 2 مليون فدان او 2.10، هتساوي انتاج الدلتا القديم لمشاكل الدلتا، مشاكل التفتت الحيازي، تغير نوعيه الزراعه، ظروف الاراضي، التمليح، كل الكلام ده. اما الزراعه الحديثه والتكنولوجي اللي مستخدم في هذه المشروعات الجديده العملاقه هي جزء من سياسه الامن يعني الغذائي وسد الفجوه الغذائيه في مجموعه المحاصيل الاستراتيجيه منها القمح. فالنهارده لما الاقي نفسي عشان انا حاصل اوصل لاكتفاء ذاتي محتاج 4.5 او 5 مليون فدان تتزرع قمح، النهارده احنا في 3.4 مليون فدان بيتزرعوا قمح، طب انت عشان تكتفي يبقى عايز 5 مليون فدان تزرعهم قمح او 4.5 مليون فدان، طب هيجوا دول منين؟ يبقى مش هيجي الا من خلال مشروعات استصلاح الاراضي. طب هل في خطه موضوعه لده ان احنا بحلول عام كده مش هنستورد اي قمح، وخصوصا ان كان في ازمه حبوب عالميه يمكن كانت الابرز عالميا مش بس في مصر؟ هو انت بتشتغل في كل المحاور. يعني احنا بنشتغل في المحاور، بس انا في الاخر عندي توازن في احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجيه. فانا ماشي في معدلات القمح، اكتر شغل ماشيين فيه هو موضوع ان انت تكتفي ذاتيا قدر الامكان. واحنا بنقول فيه في قمح وخبز مش في كل القمح. لان انا لو دخلت بقى في كل الكلام ده انا قلت عايز كام وبعدد سكان حالي عايز كام، عايز 18 مليون طن قمح انتجهم، يبقى انا عايز اضاعف مساحه الارض المزرعه، المساحه اللي هي بتزرع قمح. انت بتزرع 3-4 يبقى انت محتاج تزرع كام؟ مثلا 5.5 مليون فدان. انا عشان امشي
في خطه الاكتفاء الذاتي، وهنا بقول لك دور المراكز البحثيه ان هي تطلع اصناف وبتعمل معاملات وبتستخدم نظم ري وتسميد وكل وباكج كامل، ده بيرفع مستوى الانتاجيه. فانت رفعت مستوى الانتاجيه من 18 ارداب للفدان بس طالع ل 19 طالع ل 20، ده جزء بيسد في الفجوه، زائد جزء من المساحه من التوسع الافقي فهيديني جزء ثاني من سد الفجوه. من هنا انا النهارده اقدر في مثلا في حدود في خطه ثابته يبقى عندي 5 سنين، تقدر بعد ما ان شاء الله في 25 يكون عندي الخمسه الاربعه مليون فدان زائد المشروعات القديمه اللي اشتغلت. هذا 4 مليون فدان ارض جديده يساوي كام؟ يساوي 45% من مساحه مصر، زائد عندي مشروعات زي توشكا وشارع الاعوانات كانوا دول كانوا مشروعات متوقفه، فانت النهارده ال 85000 شغلتهم وقعدتهم فشغلتهم، فدول دخلوا في المساحه لانهم كانوا محسوبين من المساحات القديمه. يعني انا كنت بتكلم في 8.3 مليون فدان في المساحات القديمه، لكن هم كانوا ما بيشتغلوش بالشكل الكافي ولا بيأدوا الواجب. النهارده دولت النسب الارض اللي زرعت في توشكا تعدت ال 450000 فدان، وفي شارع الاعوانات 230000 فدان او 235000 فدان، فدي مساحات كانت 85000 فدان سنه 2014 تقريبا 85. احنا وصلنا ل 10 مليون فدان تقريبا، احنا دلوقتي وصلنا ل 10 مليون 10.3 مليون. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اضاف ليهم كام؟ 2.5 مليون فدان نت بحلول عام 2025. هيبقى ان شاء الله عندنا 12 مليون فدان. 25 2025 تبقى مصر عندها رقعه زراعيه تصل الى 12 مليون فدان ارض زراعيه منزرعه، وما بعمل تكثيف زراعي وبشتغل في الدوره يبقى بحدود 18 ل 19 مليون فدان بيتزرعوا شتوي وصيفي، وده بمعدل تكثيف 1.8%. دي نسبه يعني طبعا كبيره. يعني انت لما تقولي مصر مش بتزرع كده 10 مليون واسم 10 مليون، لا ده انت بتزرعي فعلي 18 مليون فدان او 19 مليون فدان كل سنه، ده حسب الانتاجيه زي ما حضرتك بتتكلم شتوي وصيفي. يعني انا بزرع محصول شتوي محصول صيفي، فمن هنا انا كل ما بزود مساحات جديده بيدخل عندي تراكيب محصوليه بتخش عشان تسد الفجوه الغذائيه. طيب اهمهم هو محصول القمح ومحصول الذره ومحاصيل بنجر السكر كمحاصيل استراتيجيه، ثم من دول كمان بيخرج منهم منظومه انتاج العلف. يعني المحاصيل دي كلها القمح مش بتصب انسان، ده هو في جزء منه في منظومه الرده والمخلفات بتاعته في منظومه انتاج العلف. نفس كلام الذره، نفس كلام بنجر السكر التفل كل الكلام. طب الحقيقه يا فندم وده حته التصنيع الزراعي، هي دي النقطه اللي انا كنت جايه لحضرتك فيها. انا بشتغل حاجه واحده، الاستراتيجية المصرية متوقفتش فقط على التوسع الأفقي وزيادة المساحات المنزرعة واستصلاح الأراضي، لكن كانت مهتمة جدا بالقيمة المضافة، لأن دي نقطة مهمة قوي. فكرة التصنيع الزراعي، وبجانب التصنيع الزراعي بقى حتى النقاط المتعلقة بجودة التخزين والزراعة الحديثة واستخدام التكنولوجي، كل دي يمكن ملفات الدولة المصرية كانت حريصة أنها تفتحها فوقت احنا كان عندنا بالفعل مشكله كبيره جدا فيها. لو هسال حضرتك عن القيمه المضافه وعلى الاستراتيجيه اللي تبنتها الدوله المصريه من 2014 عشان نقدر ان احنا نحقق كل هذه الاهداف، دي كانت محتاجه مجهود كبير جدا اصلا مبدئيا العقليه نفسها اصلا. تمام، هو سيادتك انا عايز اقول حاجه، يعني الملف الزراعي هو كان اهم الملفات اللي اشتغل فيها سياده الرئيس. حقيقي. ولولا الاهتمام القياده السياسيه ان هي تدعم هذا الملف وتتابعه اول باول ما كانش هيبقى في انجاز في هذا الملف. مش وصلنا لده عامل فترات طويله واتعملت مشروعات، انا ما عنديش انا كنت في احد المشروعات، يعني انا كنت في مشروع من ضمن هذه المشروعات، بس الاراده السياسيه ما كانتش بالمتابعه ولا. يعني النهارده الفدان في الاراضي الجديده والاستصلاح فوق ال 150000 200000 جنيه، النهارده بيتكلف في المشروعات الكبيره دي فوق ال 200000 جنيه. انت وزاره الحكومه المصريه والدوله المصريه صرفت اكتر من 700 مليار جنيه على مشروعات اصلاح الاراضي في المرحله الحاليه. فانت عندك استراتيجيه زي ما انت قلتي كده، اول حاجه محور الامن الغذائي، يعني تعزيز الامن الغذائي المصري. النهارده شفت ازمه كورونا، الحرب الروسيه، النهارده حرب غزه، البحر الاحمر بتقفل، كل المشاكل دي ما كانش عندك امن غذائي لما كورونا كانت موجوده. مصر الدوله الوحيده اللي كانت بتقدر تودي للدول العربيه، ما حسناش باي مشكله في نقص الغذاء. ليه؟ لان احنا كنا في رؤيه وفي بعد نظر واشتغلنا، كان في خطوات استباقيه طبعا. انت النهارده حجم الصادرات، فانت نمره واحد ازاي تعملي اكتفاء ذاتي بمحاصيلك الاستراتيجيه وتسد الفجوه، نمره اتنين تعملي انتاج حيواني
وتأمني احتياجاتك وعندك. انت دخلت في يعني اول دوله في الاستزراع السمك على مستوى العالم النهارده. صحيح. تقريبا مصر دخلت في هذا الكلام باستزراع البلطي بالذات. فانت بتعملي الامن الغذائي، يبقى الانتاج النباتي ازاي اطوره واحسن اصنافه وارفع الانتاجيه عشان اعمل اقفل هذا الجاب. صحيح. الجزء الثاني زي ما قلنا الانتاج الحيواني، سواء كانت تربيه البتولو او مشروعات الالبان، التصنيع الزراعي، ثم التصنيع الزراعي هو المثلث اللي بيربط الانتاج النباتي والانتاج الحيواني. واحنا فعلا قيمه مضافه، القيمه المضافه دي 10 اضعاف تقريبا بتشيل الفقد. مفيش فقد، يعني لما تاخدي الطماطم في مكانها وتعصريها مش هتفيدي منها حاجه، هتاخدي خضار وتعلبيه وتجهزيه وتطلعيه مجمد مفيش كلام. وبالتالي لما تبص لحجم الصادرات النهارده، ان مصر حققت لحد دلوقتي طفره في الصادرات الزراعيه من 4 مليون طن الى 7.3 من 10 مليون طن صادرات زراعيه. هو الامل فعلا ملف الصادرات الزراعيه وملف التصنيع الزراعي. وخليني اقول ان الدوله المصريه بس مش شغاله على زياده الرقعه المنزرعه اللي زادت بالفعل 2.5 مليون فدان وهتوصل ل 12 مليون فدان بحلول 2025، لا، هي مهتمه بملف التصنيع الزراعي زي ما الدكتور علي قال، مهتمه بملف التعديات على الاراضي الزراعيه اللي عملت فيها خطوات مهمه جدا، مهتمه بملف التقاوي ان احنا يعني نحسن من انتاجيه التقاوي، مهتمه بملف الفائد ان ما يبقاش في فائد من المحاصيل من خلال التخزين الجيد. فكل دي ملفات بتصب في حاجه واحده بس اسمها الأمن القومي الغذائي، اللي الدولة المصرية حريصة كل الحرص إنها تشتغل بالتوازي في كل هذه الملفات. استعرضها معنا بالتفصيل الدكتور علي إسماعيل، أستاذ الزراعة، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق. نورتنا وشرفتنا وشكرا جزيلا لكل هذه المعلومات. شكرا لحضرتك يا فندم.